أقرت وزارة التجارة ومن خلال مديرية التجارة اللواء ورقلة بضخ كميات من أجل ضبط وتموين السوق بهذه المادة الحيوية، حيث أن هناك كميات جد معتبرة من هذه المادة مخزنة على مستوى المؤسسات العمومية ساربا في مختلف نقاط أو مختلف أماكن تخزينها، والهدف منها هو الحماية أو حماية القدرة الشرائية للمواطن، حيث أن سعر بيع هذه المادة مقدر ب 29500 أي 295 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد. كمية متوفرة كاينة الكمية، درك عاد ما يشكيش المواطن سما ب 29000 كيلو، تقدر الناس كل تشتري، اللي عنده يشري اللي ما عندوش يشري. نثمم هذه العملية اللي راهم قاموا بها مبادرة مع التجار اللي هما مشكورين، التجار اللي جابوا هذه المادة مادة الدجاج بعد ما شهدت ارتفاع كبير في السوق المحلي اللي لحق حتى ال 570 دينار 580 دينار.